تعرف في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحست عطوري إن لمست ما صافح يوما إظفارك. زيت جوزة الطيب. جوزة الطيب بالإنجليزية ناتميج، بالأندونيسية بالا، هي نواة ثمرة شجرة جوزة الطيب التي تنمو في المناطق الاستوائية فقط. وثمرة شجرة جوزة الطيب غير صالحة للأكل بعكس نواتها التي تسمى جوزة الطيب، وعادة ما تكون معلقة بقشرة حمراء. وتعتبر جوزة الطيب العطر واحدة من أهم أنواع شجرة جوز الطيب، وهي شجرة دائمة الخضرة وتتواجد في جزر الباندا الموجودة في جزر الملوك أو جزر التوابل الموجودة في أندونيسيا. تتواجد جوزة الطيب على شكل بيضة يتراوح طولها ما بين 20 إلى 30 مليمترا، ويتراوح عرضها ما بين 15 و 18 مليمترا، كما يتراوح وزنها ما بين 5 و10 جرامات. عند زراعة شجرة جوزة الطيب للمرة الأولى فإن حصادها يستغرق ما بين 7 إلى 9 سنوات تقريبا، وتصل الأشجار إلى الإنتاج الكامل بعد 20 عاما تقريبا. وعادة ما تستخدم جوزة الطيب على شكل مسحوق، كما أن جوزة الطيب تستخدم لإنتاج العديد من المنتجات التجارية الأخرى كالزيوت العطرية وغيرها. الفوائد العلاجية. تعرف جوزة الطيب على أنها من المواد المنشطة والطاردة للرياح أو لرياح المعدة، ويستعمل زيت جوزة الطيب في صناعة المراهم التي تعالج الروماتيزم والمشاكل التنفسية، كما تستخدم لمعالجة جفاف الجلد واضطراباته ولعلاج بعض المشاكل الجنسية. ولكن يجب الانتباه إلى عدم استعمال جوزة الطيب بكميات كبيرة في الطعام، لأنها تحتوي على مواد قد تسبب الهلوسة وزغللة العيون. تعتبر جوزة الطيب منشطة وطاردة للغازات في المعدة. يستخدم زيتها في مراهم علاج مرض الروماتيزم. وتعتبر جوزة الطيب من المقويات الجنسية القوية، ولكن الإدمان عليها يسبب ضعفا جنسيا قويا. يستعمل مبشورها في تعطير الحلوى، وتستعمل في صناعة العطر وبعض معجون الأسنان. تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات أيضا. تحتوي على البروتينات ولا تحتوي على الكوليسترول. تستخدم جوزة الطيب في الطعام كبهارات منكهة. والآن نأتي إلى وصف زيت جوزة الطيب كزيت عطري. اللون واضح إلى أصفر شاحب. كثافة الزيت رقيق. يستعمل في نوتات الوسط. قوة العبير من متوسطة إلى قوية. ما الزيوت التي تمتزج جيدا مع زيت جوزة الطيب؟ لها إضافة قيمة لكثير من مزيج الروائح، مضيفة الدفء ورائحة التوابل والإلهام، وتستخدم في كميات صغيرة جدا مع الخزامة وزهر الحكيم وإبرة الراعي وإكليل الجبل والبرتقال والتوابل الأخرى. الرائحة العطرية غنية، حارة، حلوة، خشبية، وهي تشبه توابل الطبخ ولكن أكثر ثراء وأكثر عطرة. التاريخ تم استخدام جوزة الطيب من قبل الهنود بسبب الاضطرابات المعوية، ومن قبل المصريين في التحنيط، والإيطاليين من خلال معالجة مرض الطاعون. والآن أترككم مع صور بعض العطور التي تدخل بها أو يدخل بها زيت جوزة الطيب بالمكونات الأساسية وفي قلب العطر. لكم مني كل المحبة والمودة، وإلى اللقاء.
أعرف في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحسدت عطوري إن لمست ما صافح يوماً.